طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. 300 سلة غذائية مساعدة عاجلة لسكان الشبوة مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. الأجهزة الأمنية تضبط أسلحة متنوعة بالجيش الشرقية. اختتام فعاليات الشهر الوردي أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي. أهلا بكم. استقبل رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك في العاصمة عدن مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مروان علي، وناقش اللقاء عددا من القضايا المتعلقة ببنود الاتفاقية التي تم توقيعها بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في الرياضة، والسبل الكفيلة بإنجاح آلياتها وتزمينها وانطلاقها يوم الأحد المقبل بوصول رئيس الوزراء إلى العاصمة عدن للبدء بحل الإشكاليات القائمة المتعلقة بدفع المرتبات وإطلاق ما تبقى من موازنة العام الجاري المتعلقة باستقرار الخدمات الكهرباء والمياه والصحة والمشتقات النفطية واستقرار عمل بعض الدوائر الحكومية بما فيها الجوازات لتخفيف معاناة المرضى والجرحى وخدمة المواطنين. تمكنت القوات الجنوبية من تفجير عبوات ناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في طريق القوات الجنوبية شمال غرب محافظة الضالع، حيث تمكن أحد أفراد القوات الجنوبية من تفجير العبوات الناسفة برشاشة المعدة نوع بيكا بعد أن قامت الميليشيات الحوثية بزراعتها في طريق القوات الجنوبية خوفا من تقدم القوات الجنوبية. وتأتي عملية زرع الألغام من قبل ميليشيات الحوثية تزامنا مع تقدم القوات الجنوبية وتكبيد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. شهدت محافظة سقطرى تظاهرة نسوية حاشدة هي الأكبر في تاريخ المحافظة للمطالبة برحيل المحافظ محروسة والتعبير عن رفض سياسة حزب الإصلاح. ورفعن النساء خلال المسيرة الحاشدة لافتات تؤيد بقاء الأحزمة الأمنية والنخب في حفظ الأمن في المحافظات الجنوبية المحررة، ومطالباتهن بطرد القوات العسكرية التابعة للشرعية التي تم استقدامها من مأرب من قبل المحافظ الإصلاحي. قدم دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إغاثية عاجلة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لسكان محافظة شبوة عقب الأحداث التي مرت بها المحافظة في الأيام الماضية. ووزع فريق الهيئة 300 سلة غذائية لذوي الدخل المحدود في منطقة عينبا معبد بمديرية رضوما، استفاد منها 1860 فردا من الأسر المحتاجة. وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء الشبوة. ويأتي الدعم في إطار جهود الإمارات الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة. نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الدعومات لذوي دخل محدود، ونشكر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود المضنية التي يقوم بها في إطار دعومات محافظة شبوة وفي جميع المديريات، ومن ضمنها حاليا في مديرية رضوم منطقة عنبة معبد على توزيع هذه الإغاثة والمساعدات الإنسانية لذوي الدخل المحدود للحد من المعاناة الأسرية، والاستمرار في هذه الدعومات لعدة شهور سابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالهلال الأحمر الإماراتي في منطقة عين بن معبد مديرية رضوم، كما نشكرهم على هذه المكرمة الإنسانية وتقديم الدعم للأسر أشد فقرا والدخل المحدود والأرامل واليتامى. مواصلة للمشاريع الإنسانية والجهود الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، فقد وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية في منطقة عين بامعبد مديرية رضوم، وقد شمل هذا التوزيع الأسر ذوي الدخل المحدود من الأرامل والأيتام. وهذا التوزيع الإغاثي في هذه المنطقة الغرض منه هو التخفيف من المعاناة الإنسانية للشريحة التي وزعت عليها المساعدات، وكذلك من أجل التحسين من المستوى المعيشي لتلك الشريحة.
ضبطت الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات بمديرية الديس الشرقية سيارة على متنها ذخائر أسلحة متنوعة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. وتتوالى النجاحات لأبطال الأمن والنخبة. نجاح أمني جديد من مديرية الديس الشرقية هذه المرة، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية هناك ومكافحة المخدرات سيارة وجد بداخلها ذخائر أسلحة متنوعة في محاولة جديدة لزعزعة الأمن والاستقرار في مديريات ساحل حضرموت. تم ضبط شخص في نقطة تفتيش بالديس الشرقية على متن سيارة شاص، وأثناء التفتيش الاعتيادي تم العثور على حبة، على نصف حبة كبتاجون بجيبه، وعند ذلك شاور الشكوك أفراد النقطة مكونة من منتسبي إدارة مكافحة المخدرات وأمن مديرية الديس الشرقية. وبالتفتيش للسيارة وجد خلف المقعد السائق على كيسين، وجد داخلهما ضخائر، خمس قذائف هاون وست قذائف ار بي جي وخمسة بكور صواعق هاون، ثلاثة أمامي واثنين خلفي، إضافة إلى ثمان قنابل دفاعية إحداهن هجومية. عملية الضبط هذه جاءت في إطار حملة أمنية شاملة تشارك فيها كل الوحدات والأجهزة الأمنية، وتتركز على مداهمة الأوكار المشبوهة ومروجي المخدرات، إضافة للمخالفات المرورية وكل ما من شأنه المساس بالأمن العام. طبعا الحملة هاتت بتوجيهات من القيادة لأمن وشرطة ساحل حضرموت ممثلة بالعميد منير كرامة التميمي، والتي مثل ما أشرنا كان مشارك فيها كل القوى الأمنية والوحدات الأمنية من إدارة مكافحة المخدرات الخاصة، النجدة، أمن المديريات، البحث، المرور. توقيت هذه العملية جاءت بالتزامن مع إبطال الفريق الهندسي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية لعبوتين ناسفتين في مديرية غليبة وزير. الأمر الذي يدعونا للتساؤل، ماذا يريد هؤلاء من حضرموت؟ لقناة المكلا محسن بالبحيث. وفي مديرية غيلبة وزير تمكن الفريق الهندسي لشعبة الألغام بالمنطقة العسكرية الثانية صباح اليوم من إبطال عبوتين ناسفتين زرعت في أحد الشوارع. وتأتي هذه العملية النوعية حسب ما صرح به التوجيه المعنوي بالمنطقة الثانية بعد بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من المواطنين يفيد بوجود عبوات ناسفة في منطقة القارة بغيلبة وزيرة. وباشرت فرق الهندسة والألغام في إبطال وتفجير العبوتين في موقعها. وقال التوجيه المعنوي أن العبوات الناسفة هي محلية الصنع وتعمل بالتحكم عن بعد، ووجدت بجانبها جثة لعنصر إرهابي بجانب العبوتين والتي انفجرت به أحد العبوات أثناء قيامه بزراعتها. التقى مدير كلية الشرطة بحضرموت العميد الركن سالم الخمشي بمكتبه برئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي المهندس فهد باعشن، وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير الجوانب العلمية والأكاديمية في إطار التعاون المشترك بين الكلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة. واستعرض اللقاء المجالات العلمية والبرامج التي تقدمها مؤسسة حضرموت واهتمامها واحتضانها للشباب المخترعين وغيرها من المشاريع والأعمال. بدوره أبدى مدير كلية الشرطة إعجابه بالبرامج والأفكار الإبداعية والتعليمية التي تقوم بها مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي. نفذ مدير عام مديرية المكلا المهندس عوض بن هامل جولة تفقدية لموقع مشروع منتزه المكلا باركة خلف المنصة بمنطقة فوة للاطلاع عن كثب على سير الأعمال بالمشروع. وطاف المهندس بن هامل بمعية مدير عام شركة نجوم الخليج للمهرجانات والمعارض خالد النهدي في الموقع، وطلع على الأعمال الإنشائية والتجهيزات الأولية لعملية الردم وتسوية الأرضية التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري والبدء في مطلع ديسمبر بمرحلة بناء المباني الخاصة بالمشروع والتشطيبات النهائية. وأكد مدير عام مديرية المكلا دعم السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تعود بالخير والنهضة المستدامة لمدينة المكلا.
اختتمت مؤسسة حضرموت لمكافحة سرطان أمل اليوم بمدينة المكلا أنشطة فعاليات شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي، تحت شعار فحصك نجاة. وأكد المدير التنفيذي بمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان الدكتور وليد البطاطي أن الفعاليات قد ساهمت كثيرا في توعية السيدات والطالبات بمخاطر مرض السرطان الثدي. وجرى في ختام الحفل تكريم السلطة المحلية والرعاة والمساهمين في إنجاح فعاليات الشهر الوردي بدروع تذكارية وشهادات تقديرية. فالحملة شملت المجتمع كامل، طلاب المدارس، الكليات، الجامعات. فالحمد لله رب العالمين، عدد الذين يتوجهوا إلى عيادات الكشف المبكر في عموم حضرموت وشوة والمهرة يفوق العدد الذي خططنا له. نحن خططنا حوالي 400 إلى 500، اللي راحوا أكثر من 800 مرأة الذين تم اكتشاف عندهم مرضان سرطان الثدي، حوالي 6 حالات، وهذا هذا يعتبر حالات كثيره جدا، لانه مش عارفين انه عندهم سرطان. وهذا هو الهدف من قيامه الشهر الوردي. نحن في اللجنه الوطنيه هذا الموضوع يهمنا كثيرا، ونحس انه علينا ان نبحث ايضا عن اسباب زياده نسبه مرض السرطان، مع ادراكنا بكل برامج التوعيه وبرامج التثقيف اللي يركز عليها أن تكون ليس للنساء فقط ولكن للرجال والنساء. أشهرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمدينة المكلا تشكيل لجنة عدد من المراكز بمديرية مدينة المكلا. وأوضح خلال الإشارة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمكلا مهدي المحمدي الأهداف السامية التي تأسس من أجلها المجلس الانتقالي الجنوبي والتي يسعى لتحقيقها. من جانبه استعرض النائب القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي عبد الله بن صيبة أسماء لجان المراكز المكونة من 51 عضوا بينهم 10 أعضاء هيئة تنفيذية. واختتم الإشهار بالإشادة بحكمة وحنكت وفد المجلس الانتقالي الجنوبي التفاوضي والنتائج الإيجابية التي كسبها من اتفاق الرياض. تسلمت مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت الدفعة السادسة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمرض الفشل الكلوي المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمقدرة بنحو 3078 جلسة استصفاء. وأشار مدير مراكز الكلى بالوادي والصحراء سعيد برويشد إلى أن الدعم سيمكن مراكز الكلى في استمرارية العمل فيها وتقديم خدماتها المجانية لمرض الاستصفاء الدموي حتى نهاية العام الجاري، مثمنا تدخلات الأشقاء من المملكة العربية السعودية في دعم وتحسين الخدمات الطبية في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته عناوين الصحف المحلية والعربية. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. 300 سلة غذائية مساعدات عاجلة لسكان الشبوة مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. الأجهزة الأمنية تضبط أسلحة متنوعة بالجيف الشرقية. اختتام فعاليات الشهر الوردي أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.